للوقوف عند ملابسات وتداعيات ترك حاكم مصرف لبنان المركزي منصبه، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أستاذ حسان، مرحبا بكم. يعني بعد مغادرته حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقول إن البنك يمكنه احتواء الأزمة، ولكن ما الذي منع احتواء الأزمة قبل رحيل سلامة إذن أستاذ حسان؟ الواقع السياسات الحكومية المالية هي المسؤولة على انهيار المالي في لبنان وليس المصرف المركزي. المصرف المركزي مهمته ضبط الأموال في المصارف اللبنانية وحماية قيمة العملة اللبنانية ومتابعة سياسة تنفيذ سياسة الحكومة وليس وضع سياسة الحكومة. السياسة الحكومية المالية التي اعتمدت طوال السنوات والتي هيمن عليها الثنائي الحاكم المتمثل بحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر اعتمدت على تضخيم القطاع العام في الدولة اللبنانية، تضخيم عدد الموظفين. واليوم ذكر وسيم منصوري نائب الحاكم الذي أصبح حاكما بالوكالة وهو بالمناسبة شيعي أيضا، بمعنى هذا الثنائي أصبح ممسكا بوزارة المالية وبحاكمية مصرف لبنان، اعتبر أن هناك 400 ألف موظف في القطاع العام، وهذا يعني أن 10% من المواطنين اللبنانيين هم موظفون في القطاع العام ويتقاضون رواتب من الدولة اللبنانية. وبالتالي هذه السياسة، سياسة التوظيف ودفع رواتب عالية، أدى إلى انهيار المالية العامة في الدولة اللبنانية. إضافة إلى ذلك، قبل سنوات عام 2018 تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ضخمت الرواتب بمفعول رجعي، ورغم اعتراض الكثير من السياسيين والماليين والاقتصاديين ومنهم حاكم مصرف لبنان المركزي الذي رحل اليوم رياض سلامة، إلا أن نبيه بري والحكومة في ذلك الحين التي كان يرأسها سعد الحريري وبرئاسة ميشيل عون رئيس الجمهورية آنذاك أصرت على إمرار هذا المشروع بهدف انتخابي، مما يعني أن هناك كان استنزاف للمال العام، استنزاف لأموال المودعين الموجودة في المصرف المركزي، لأن السياسة المالية التي اتبعها وخاصة كان يهيمن عليها الثنائي الحاكم تعتبر أن لبنان له رعاية مالية دولية وخاصة عربية، وبالتالي أي عجز مالي أو ضعف مالي أو انهيار مالي سوف يهب العالم العربي والدولي لرعاية لبنان وحمايته وتأمين المبالغ اللازمة لتأمين الاستقرار المالي في لبنان، وهكذا تمسك إيران بالقرار السياسي والمالي في لبنان بأموال عربية ودولية. ولكن واقع الأمر أن المجتمع الدولي وخاصة المجتمع العربي تجنب الانخراط في هذه السياسة وتجنب إغراق لبنان بالأموال لحماية المشروع الإيراني فيه، مما أدى إلى ما وصلنا إليه من انهيار، وأصبحت هذه المنظومة الحاكمة المسؤولة عن كافة المشاكل التي نعاني منها تحاول إلقاء اللوم على الحاكم المركزي، حاكم مصر المركزي رياض سلامة، وتعتبره مسؤولا عن هذه السياسات، وهذا غير صحيح. السياسة المالية الحكومية اعتبرت أن المصرف المركزي هو صندوق مالي لها، وهذا غير صحيح أبدا. المصرف المركزي مهمته حماية سعر صرف الليرة وحماية أموال المودعين وإطلاع الحكومة على الواقع المالي في لبنان، بينما الحكومة اعتبرت أنه صندوق تستطيع أن تقترض منه عندما تريد وتستطيع أن تأخذ منه أموالا تحتاجها لتمويل نشاطها وأيضا إنفاقها وهدرها الذي لا يقدر بحجم مالي معين. طيب أستاذ حسان، يعني أكثر من 30 عاما رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان، مع كل نهاية كل ولاية كان يجدد له، لماذا اتخذ الآن في هذا التوقيت تحديدا القرار برحيله وعدم التجديد له؟ يعني انتهت ولايته ولم يتخذ قرار بالتجديد لأنه لا يوجد حكومة للتجديد له أيضا. نعم. هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع أن تتخذ قرارات بهذا الحجم. أيضا هناك مفروض أن يتم اجتماع المجلس النيابي لاتخاذ قرار في المجلس النيابي ومن ثم توافق عليه الحكومة، وهذا لا يمكن اتخاذه مع المعارضة المسيحية بشكل خاص التي كانت تحاول أو تريد استبدال رياض سلامة حتى قبل أن تنتهي ولايته. وأنا أتكلم هنا تحديدا عن جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الذي كان يسعى لتوظيف أحد أركانه حاكم المصرف المركزي خلال فترة رئاسة عمي الرئيس ميشيل عون، بحيث يمسك بالقرار المالي قبل انتخابات الرئاسة التي يفترض أن تتم كانت في شهر تشرين من العام الماضي، وبذلك يكون الرئيس المقبل محكوما لحاكم مصرف مركزي
التابع للرئيس ميشيل عون ولجبران باسيل حتى قضاء يصل هذا الرئيس، وبالتالي التجديد الدائم له كان نتيجة نجاح سياسته. أما وقد فشل الوضع في لبنان نتيجة السياسات المالية المتبعة وغير المؤهلة لحماية الاستقرار اللبناني، تم تحميله كافة الأعباء وكافة الخسائر، واعتبر أنه كان فاشلا في أدائه. أنا هنا لست في موقع الدفاع عنه، نعم، لأني لست خبيرا ماليا، ولكن سياسيا نرى أن تحميله المسؤولية أمر مشحف، لأنهم مسؤولون عن وضع السياسات المالية، مسؤولون عن تضخيم الإدارة العامة، وهذه بطالة مقنعة بالمناسبة، لأن هناك موظفون لا يعملون كما يجب ولا يقومون بواجباتهم. هناك عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون أداء أي مهمة ضمن مؤسساتهم الإدارية، وهم موجودون بحكم قوة الأمر الواقع وقوة الميليشيات الحاكمة التي تفرض ما تريد وحيث تريد في الإدارات الحكومية. إذن نحن ضحية، لبنان ضحية سياسات مالية خاطئة سكت عنها رياض سلامي أيضا ولم يحاول التصدي لها، وبالتالي دفع ثمنها اتهاما وقضائيا وتحويله للمحاكم، نعم، سواء في لبنان أو خارج لبنان. وبالتالي الآن لا ننتظر شيئا من وسيم منصوري، لأنه يحاول تغطية نفسه الآن بقرارات حكومية ونيابية. هو يريد أي إقراض أو أي موقف مالي أن يتخذ من الحكومة وبموافقة المجلس النيابي حتى لا يكون مسؤولا هو، ووضع معه النواب الثلاثة الآخرين. هم هناك أربع نواب للحاكم المالي، هو الحاكم المصرف المركزي، نعم. هو يريد اتخاذ القرار جماعيا وأن لا يتحمل أي مسؤولية حتى لا يصيبه ما أصاب رياض سلامي حاكم مصر المركزي الذي غادرنا. أستاذ حسان، هناك أقاويل وأيضا هناك من يربط بين رحيل سلامة ومذكرات الملاحقة الصادرة ضده في ألمانيا وفرنسا، هل هذا الربط صحيح نوعا ما؟ ده المفروض أن يستقيل، أو حتى لو لم تنتهي مدته يجب أن يستقيل، كان يجب أن يستقيل، نعم. لأن هناك اتهامات كثيرة، وهناك أصبح هناك مذكرات توقيف حتى أيضا بحقه سواء في ألمانيا أو فرنسا، وهذه من نتيجة يسيء للواقع المادي اللبناني، يسيء لصورة لبنان المالية، وخاصة أن لبنان هو مصرف المنطقة. فلذلك كان يجب عليه أن يغادر سواء انتهت ولايته أو أن يستقيل قبل أن تنتهي ولايته. ولكن ظروف لبنان السيئة وعدم وجود رئيس الجمهورية وعدم وجود حكومة فاعلة وعدم ممارسة مجلس النيابي لدوره الحقيقي سواء تشريعيا أو حتى في متابعة القضايا المالية وغير المالية، جعلنا جميعا في لبنان بحاجة لعدم شغور المراكز الأساسية، والحاكم المصرفي المركزي هو من المراكز الأساسية التي لا يجب أن تكون شاغرة. ولاحظنا قبل أن يغادر بأسبوع أو أسبوعين الحملة الكبيرة التي تم استهداف المصرف المركزي بها، ومن يتسلم المسؤولية وكيف يتم تسلم المسؤولية، حتى أن نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى رفض أن يتسلمه شيعي حتى تتحمل الطائفة الشيعية مسؤولية الفشل المالي والانهيار المالي في لبنان. هناك مواقف في لبنان يعني تحكم بها العصبيات المذهبية والأفكار الطائفية، ولذلك كان من المفروض أن يبقى، نعم، حتى تنتهي ولايته بشكل قانوني وإداري. أستاذ حسان، أود سؤالكم عن أثر رحيل سلامة الآن على الاقتصاد اللبناني مع الوضع في الاعتبار، تصريح سلامة بأن الأوضاع في تحسن، هل فعلا الوضع الاقتصادي في لبنان في تحسن؟ في الواقع منذ شهر رمضان الفائت وهناك استقرار في الوضع المالي في لبنان، نعم، بخلال ثبات سعر الليرة اللبنانية، والسبب ليس سياسات مالية حكيمة أو أن هناك من يتخذ قرارات على مستوى المسؤولية، أو هناك تحسنا في النشاط الاقتصادي اللبناني، هناك تدفق مالي من قبل المغتربين اللبنانيين، هناك توافد سياحي إلى لبنان سواء من المغتربين اللبنانيين أو من هم أصولهم لبنانية. السياحة العربية والدولية ضعيفة جدا، لا يمكن أن تؤثر ماليا على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكن تحويلات المغتربين التي فاقت 7 أو 8 مليار دولار، وهناك أيضا الزيارات التي يقوم بها كثير ممن أصولهم لبنانية نتيجة رخص الأسعار الآن في لبنان مع تدني قيمة الليرة، هذا أثر إيجابا على الواقع الاقتصادي في لبنان ومع تدفق العملة الصعبة وخاصة الدولار إلى لبنان. كذلك معظم العائلات اللبنانية لها أقارب أو أصدقاء في الخارج سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا الجنوبية، وكذلك في دول الخليج العربي تقوم بتحويل أموال إلى أقاربها لمساعدتهم على مواجهة الأزمة المالية والتصدي لمعاناتهم اليومية سواء كانت معيشية أو اجتماعية أو حتى للطبابة. ولكن إذا نظرنا بعمق
إلى الواقع الطبي نرى أن الناس جميعها تعاني. إذا نظرنا إلى واقع التعليم هناك أزمة حقيقية، هناك مدارس جامعات قد تقوم بإغلاق مؤسساتها. الشيء الوحيد المستقر الآن في لبنان هو القدرة على شراء المواد الغذائية والقدرة على أن نعيش ليس ببحبوحة ولكن بالحد الأدنى الممكن للحفاظ على الحياة. لا شيء اسمه مجاعة في لبنان الآن، لا يوجد شيء اسمه الحاجة إلى مواد غذائية، كل شيء متوفر، لكن رفاهية الحياة وتحسين ظروف الحياة غير متوفرة. قطاع البناء متوقف تقريبا، قطاع الصناعي ضعيف وليس قوي بما فيه الكفاية لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات المواطن اللبناني، الاستيراد لا زال موجودا، وشيء إضافي آخر هو خفت حدة التهريب إلى سوريا والعراق وإيران من قبل حزب الله نتيجة العجز الحالي في لبنان وضعف القدرة على الاستيراد من الخارج. أصبحنا دولة تستورد من الدول التي تشبهنا من حيث واقعها الاقتصادي وضعف قدرتها الشرائية. نرى في الأسواق الآن نوعيات من البضائع لم نكن نراها سابقا أو نسمع بها سابقا نتيجة عدم القدرة على شراء المنتوجات الأكثر جودة في الأسواق. لذلك الاستقرار موجود ولكن هذا لا يؤشر إلى تحسن، بل يؤشر إلى استقرار مؤقت قد ينتهي بعد انتهاء عطلة الصيف وعودة المغتربين إلى دولهم ومغادرة كل من يعمل في الخارج إلى بلاد التي كان يعمل فيها. أستاذ حسان، على ذكر حزب الله في خضم الأزمة اللبنانية الاقتصادية، يتابع مراقبون ويرون أن ميليشيا حزب الله تثير حفيظة الكيان الصهيوني في محاولة من حزب الله لتحريك جبهة لبنان خاصة من الناحية العسكرية. ما أهداف هذه التحركات؟ بمعنى آخر، هل لبنان مهيئ لعمليات عسكرية كالتي حدثت في عام 2006 وهو يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة أستاذ حسان؟ لبنان لا يستطيع تحمل أي مواجهة عسكرية. أنا أتكلم هنا على المستوى الشعبي، على المستوى الوطن ككل. لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء، مستشفياتنا غير مؤهلة، لا يوجد ملاجئ، لا يوجد أدوية كافية، لا يوجد قدرة على إجراء عمليات جراحية للمصابين، ولا يوجد آلية أيضا لنقل الجرحى من مكان إصابتهم إلى المستشفيات. واقع لبنان سيء جدا. ما يقوم به حزب الله هو استعراض عسكري حتى يرى العدو الصهيوني أن حزب الله قادر ويستطيع مواجهة إسرائيل في حال فكرت في القيام بأي عدوان على لبنان أو أنها قامت بعملية عسكرية. والهدف الأهم بالنسبة لحزب الله هو التلويح لإسرائيل بأن أي هجوم إسرائيلي أو أمريكي على إيران سوف يتم الرد عليه من لبنان. هذا هو عنوان حركة حزب الله في لبنان، التأكيد لإسرائيل أن لبنان سيكون جزءا من الساحة المفتوحة ضد إسرائيل وضد أي مصالح أمريكية وغربية في حال تم شن أي هجوم عسكري على دولة إيران. وعندما يتكلم نصر الله عن وحدة الساحات فإنما يتكلم عن مصلحة إيران وليس مصلحة لبنان. وشاهدنا عندما تم العدوان على جنين في فلسطين في الضفة الغربية وعندما تم العدوان على نابلس وعلى غزة لم يتحرك حزب الله ولم تتحرك إيران ولم نشهد وحدة الساحات التي تتحدث عنها. إذن وحدة الساحات بالمفهوم الإيراني كما يقدمه حزب الله هو حماية استقرار إيران وحماية مصالح إيران على حساب المنطقة وحساب لبنان بالتحديد، باعتبار أن حزب الله هو الممسك بالساحة اللبنانية ويستطيع أن يقوم بما يريد من الساحة اللبنانية. لذلك كل هذه الحركات على الحدود الهدف منها فقط إعطاء إسرائيل إشارة لأنه مستعد لدعم إيران في حال تم شن أي عدوان أو هجوم على المصالح الإيرانية. ومن الملاحظ أيضا أن كافة الصواريخ التي تطلق على إسرائيل أو أي حركة عدوانية باتجاه إسرائيل من قبل حزب الله إنما تتم من قرى إما أن تكون سنية أو تكون مسيحية أو درزية. القرى الشيعية دائما هادئة حتى إسرائيل ترى أن وجوده على الحدود هو ضمانة وليس خطر. عبر اسكان من بيروت مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.